مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم واول حلقتنا المجله السياحيه في 2021. كل سنه وحضراتكم طيبين، وزي ما احنا متعودين معاكم بيكون ابرز واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله الاخبار او النشره السياحيه، وايضا بنتكلم عن موضوع خاص بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه اللي هيكون موضوعها النهارده مختلف شويه. هنحاول نتكلم عن السياحه القادمه الى مصر والمصريين كمان ازاي يكون عندهم ثقافه السفر والسياحة برا مصر من خلال حوارنا مع ضيفنا اللي هيكون مشرفنا في الاستوديو ابن بطوطة المصري. هنتكلم معاه بالتفصيل عن رحلاته وجولاته برا مصر من خلال وقفتنا الحوارية النهاردة. خلينا كالمعتاد نبتدي حلقتنا بفقرة الأخبار وأولا العناوين. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران في يوليو الماضي وحصول مطار القاهرة على شهادة تجديد الترخيص الدولي. بالتزامن مع إطلاق مبادرة شتي في مصر، وزارة السياحة تطلق أغنية بعنوان مصر أرض الجمال. الجاي خير وأمان، صحة الطبيعة هروني وسهر وليل غير أي ليل وعيون بتقلي. وزارة السياحة والآثار تبحث خطوات إطلاق حملة ترويجية. من العناوين بنروح للتفاصيل والمزيد من الأخبار، وبنبتدي أخبارنا بالحديث عن الطيران ومعدلات الطيران في الفترة الأخيرة. شهد جدول تشغيل رحلات مصر للطيران أمس الجمعة أعلى معدل تشغيل منذ استئناف حركة الطيران في الأول من يوليو الماضي تزامنا مع أعياد رأس السنة الميلادية، حيث تقوم الشركة بتشغيل 75 رحلة جوية. على جانب آخر، حصل مطار القاهرة الدولي على تجديد شهادة الترخيص الدولية لمدة 3 أعوام. حملة ترويجية جديدة بتطلقها وزارة السياحة والآثار من خلال أغنية مصورة بصوت الفنانة شيرين بعنوان مصر أرض الجمال. طبعا هي إهداء من الفنانة شيرين عبد الوهاب، والأغنية هدفها إبراز جمال مصر ومعالمها السياحية، داعية الجميع لزيارة مصر الجميلة. الأغنية بتأتي للترويج السياحي بالتزامن مع بداية إطلاق مبادرة شتي في مصر للترويج للسياحة الداخلية والسياحة العربية، وخصوصا مع موسم السياحة الشتوية، حيث قامت الوزارة بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر. يعني
يعني اكيد الحقيقه الترويج بهذه الطريقه طريقه مبتكره، وكمان جميل انها بتوصل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفه. بنتكلم عن الترويج خارجيا. بحث دكتور خالد العناني وزير السياحه والاثار الخطوات التنفيذيه للبدء في اعداد الحمله الترويجيه الدوليه لمصر بالخارج عبر اعداد استراتيجيه ترويجيه وتسويقيه واعلاميه متكامله لاطلاق الحمله. وناقش الوزير خلال اجتماع الاتفاق على الاختيار لشركة دولية كبرى لوضع استراتيجية إعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد المصرية السياحية، والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات. طيب معانا توضيح لهذه الحملة، بناخد تفاصيل أكتر عنها. معانا هاتفيا مهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. مهندس أحمد صباح الخير وأهلا بحضرتك معانا. صباح الخير يا فندم، وعلى حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. ومهندس أحمد، يا ريت نتكلم عن تفاصيل هذه الحملة الترويجية وإيه اللي بيميزها عن الحملات والمبادرات السابقة للترويج للسياحة المصرية في الخارج. طيب احنا يعني طبعا احنا بدأنا إعداد الحملة دي ومدتها 3 سنين، وأول خطوة فيها المعايير لاختيار الشركة العالمية اللي هتشتغل معانا على الاستراتيجيات العامة والاستراتيجيات التكتيكية والخطط المختلفة في الأسواق المختلفة بالخارج. طبعا احنا بنتكلم هذه الحملة مدتها 3 سنين، لكن ليها مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى في زمن الكورونا اللي احنا فيه، وطول ما المرض موجود والوباء موجود عالميا والإجراءات الاحترازية للدول بتتخذها من هنا لغاية لما موضوع اللقاحات المختلفة تبدأ العمل والأمور تستقر إن شاء الله. الرسائل الأساسية يعني في هذه المرحلة الأولى هي رسائل طمأنة من ناحية إن احنا كدولة واخدين جميع الإجراءات الاحترازية في الأماكن السياحية، بداية من الطائرات والمطارات والمزارات السياحية المختلفة من مطاعم وفنادق وأماكن سياحية أخرى زي الأماكن الأثرية والمتاحف وهكذا. ده جزء. الجزء الثاني طبعا بطبيعة الحال احنا كلنا عارفين ان الدول صحيح بتمنع في مراحل مختلفة من الوباء الكورونا مواطنيها من الحركة، لكن ده ما يمنعش ابدا ان احنا نتكلم عن ما لدينا من مقاصد ومنتجات سياحيه ثريه، ويجب ان يكون المقصد السياحي المصري من اوائل المقاصد اللي احنا نفضل نفكر بيها السياح عالميا، عشان وقت ما يبدا ياخد قرار السفر بعد انتهاء الجائحه ان شاء الله يبدا السفر في مصر ما نبتديش نشتغل على هذه الرسائل أول ما الجائحة تنتهي. لازم مصر تفضل موجودة دايما في صدارة المشهد عالميا فيما يخص السياحة. ده جزء. طيب الحملة بتعتمد على إيه بالأساس؟ يعني بتتميز بإيه عن الحملات السابقة؟ يعني من حين لآخر بيكون في حملات بالفعل للترويج للسياحة المصرية في الخارج، لكن بتحاول هذه الحملات أنها تكون يعني مبتكرة بعض الشيء، غير تقليدية، بتواكب وسائل العصر، بتعتمد على وسائل التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي أكتر. زي ما حضرتكم شفتوا احنا السنة دي شغلنا كله غالبا كان ديجيتال وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وده اللي احنا يعني عمود الفقر بتاعنا في العمل الفترة القادمة، مش بس عشان جائحة كورونا. هو دلوقتي بقى لغة العصر الأكثر والأسرع يعني وصولا للعملاء بتوعنا جميعا في جميع أنحاء العالم وفي الدولة المصرية هنا كتشجيع للسياحة الداخلية. اللي احنا هنشتغل عليه الرسائل زي ما قلت لحضرتك كده في زمن الكورونا وضحناها، وما بعد ذلك كمان هنفضل نشتغل على هذه الاستراتيجيه. الحمد لله احنا يعني الفتره اللي فاتت اشتغلنا كويس جدا على السوشيال ميديا والديجيتال، ودي جابت نتائج ايجابيه. حتى لو في دول لم تسمح بعد بالزياره الى مصر، لكن التفاعلات اللي احنا رصدناها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كانت ممتازه جدا، ومعنى كده ان هذه يعني اداه فعاله وجيده، وده اللي احنا هنبني عليه ان شاء الله في الفتره القادمه.
إن شاء الله. بنشكر حضرتك جدا مهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، كنت معانا عبر الهاتف، شكرا جزيلا على المعلومات والتوضيح. خلينا نروح معاكم لمكان الحقيقة رائع جدا ومميز في مصر، وهو خليج نبء في سيناء. عقدت جمعية مستثمري خليج نبء في سيناء اجتماع لبحث سبل تنمية السياحة بشكل عام ولمناقشة التحديات والمعوقات وكيفية التغلب عليها لدفع الحركة السياحية، خاصة طبعا في مدينة شرم الشيخ. خلينا ناخد تفاصيل أكتر عن هذا الاجتماع. معانا أستاذ ياسر إبراهيم، عضو جمعية مستثمري خليج نبء سيناء. أستاذ ياسر صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. صباح الخير، إزي حضرتك فندم؟ كل سنة حضرتك طيبين. كل سنة حضرتك طيب. أستاذ ياسر، خلينا ندخل على طول في تفاصيل هذا الاجتماع والنتائج المترتبة عليه لتنمية هذه المنطقة نبء خليج نبء في سيناء وزيادة والترويج السياحي لمدينة شرم الشيخ بشكل عام. والله احنا طبعا احنا في ظل الظروف اللي حضرتك شايفاها من شهر مارس او فبراير بمعنى اصح 2020، احنا في اجتماعات شبه مستمره وشبه يعني اجتماعات دوريه، طبعا بنشوف المستجدات اول باول في الاوضاع وفي حركه السياحه الوافده لمدينه شرم الشيخ، اللي طبعا اكيد زي كل العالم بتاثرها تاثرات كبيره جدا بالوباء وانتظار الفرج من لقاح كورونا. فاحنا دايما احنا بنكون على تواصل مع بقيه المستثمرين، بناخد قرارات اذا كانت ممكن تعدي تبقى صعبه شويه في فتره القفل، وبعد كده بنفتح، وعلى حسب طبعا ضوء الشغل ونسب الاشغال بناخد قراراتنا يعني. لكن طبعا كما هو معروف يعني منطقه خليج نبء في شرم الشيخ هي من اجمل المناطق اللي فيها افخم الفنادق ومتخطط التخطيط كويس جدا. هي يعني مش عايز طبعا عشان مبقاش شهادتنا مجروحه، لكن هي فعلا من اجمل مناطق السياحيه جاذبه للسياحه، يعني احسن من مناطق كثيره جدا في الجمهوريه. طيب استاذ ياسر، يعني حضرتك بتتكلم عن جمال منطقه خليج نبء ومدينه شرم الشيخ بشكل عام، لكن يمكن خليج نبء تحديدا مش واصل يعني بالقدر الكافي او بقدر ما يستحق. ازاي نقدر نعمل ترويج لهذه المنطقه الرائعه بشكل اللي تستحقه بالفعل؟ انا بس هستاذ حضرتك يعني المعلومه دي بس عايز اعدلها شويه. يعني احنا يمكن طبعا يعني ايام الشغل لما كانت كويس جدا دايما اسعار، احنا دايما هي بنقيسها بمقياس السعر، دايما اسعار الباكج بتاع منطقه خليج نبء هي فعلا بيبقى يعني افضل في كتير سعريا، سواء مع الشركات الاجنبيه او لما بنسافر بره في المعارض. هو بالعكس يعني الناس دلوقتي بقت يعني تتجه شويه لمنطقه نبء يعني عشان الهدوء وعشان الفنادق زي ما قلت لحضرتك هناك من يعني اجمل الفنادق وافخر الفنادق هي اكتر بكتير جدا من اي منطقه في شرم الشيخ. فانا يعني مش مع الراي ان هو ان نبء ممكن تكون مظلومه شويه. هو المدينة شرم الشيخ كلها للاسف مع كل الحوادث من ساعه حادث الطائره الروسيه المنكوبه، ولكن احنا في يعني في شويه ازمات كده كتيره يعني بس ان شاء الله يعني نامل اللي جاي يكون احسن بكتير جدا. لكن هي نبء طبعا مع اللي انا سمعته من الاستاذ احمد يوسف يعني ان شاء الله مع خطه الدوله الكبيره العامه الشامله للترويج للسياحه، اتمنى كده ان احنا يعني لو نبدا من الصيف تكون الاشغال نسبته احسن شويه لغايه ما نوصل للشتاء 2021، اعتقد هي دي هتكون بدايه الانفراجات. يا رب ان شاء الله. بنتمنى بالفعل انه هذه الازمه تنتهي قريبا وتعود الحياه لطبيعتها وحركه السفر والسياحه حول العالم مره اخرى. استاذ ياسر ابراهيم، عضو جمعيه مستثمري خليج نبء بسيناء، بنشكرك شكرا جزيلا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مشاهدينا. ابن بطوطه المصري، رحاله مصري الحقيقه لقب بهذا الاسم لانه بيجول العالم ويجوب العالم بحقيبه ظهر للتعريف بالحضاره المصريه والاثار المصريه والمقاصد السياحيه المصريه المختلفه حول العالم. 9 سنين بدات رحلته وزار فيها حتى الان اكثر من 90 دوله، اكثر من نصف عدد دول العالم، وبيحلم بالمزيد للترويج
لأجل السياحة والأثار المصرية، وأيضا تعريف المصريين بثقافة السياحة والسفر في كل أنحاء العالم. خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ عادل أحمد نيازي، صاحب مبادرة حول العالم بحقيبة ظهر للتعريف بمصر وحضارتها وأثارها العريقة. أستاذ عادل أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك وسلام. طيب وحضرتك طيب. أستاذ عادل خلينا نتكلم في البداية عن الفكرة، إزاي جات لك فكرة السفر حول العالم بحقيبة ظهر، ومن قد إيه بدأت وإزاي بدأت هذه الفكرة؟ أنا بعشق السفر من وأنا صغير، دايما بحلم أسافر، دايما بحلم ألف العالم كله. فكرة السفر كان حببني فيها هو بابا، دايما كنت أسافر معاه، دايما بروح معاه أماكن كتير جدا، فكبرت عندي الفكرة أن أنا دايما كنت بحلم أشوف المطار، يعني دايما بحلم أسافر أشوف بس المطار القاهرة، نفسي أشوف دول تانية ثقافات تانية، لحد ما جات لي الفرصة وبدأت أسافر كتير. فبحب أسافر خفيف خفيف دايما، يعني ما بحبش أشيل شنط معايا كتير، ما بحبش أشيل أي حاجة. دايما جات لي فكرة إن أنا أسافر بشنطة على ظهري، باك باك، واتشهرت وتعرفت دايما إن أنا اسمي باك باكر مونديال، يعني دايما بسافر بالشنطة على ظهري وألف بيها العالم. فكلمة مونديال جاية من كلمة إسبانية حول العالم، فجات لي الفكرة إن دايما أحب أكون خفيف خفيف، أحب أشيل شنط، أحب الناس كلها تبقى تسافر بنفس الفكرة. فده جات لي المبادرة إن أنا اعمل ده بسهوله واخلي الناس تسافر دايما بكل بساطه. امتى بدات الفكره تتنفذ على ارض الواقع؟ واضح انها طبعا كانت حلم معاك من زمان، لكن امتى بدات بالفعل على ارض الواقع؟ وهل كنت بتدرس؟ هل كنت طالب وقتها؟ كنت في جامعه لسه، كنت دايما بحلم اسافر دايما، فطرحت الفكره على بابا، فقرر ان هو يساعدني ان انا اطلع اول مره، كانت شهر 2 2012 او 11، وساعدني ان انا اطلع اول بلد وسافرتها، وده كان اول حلم، ورحت المطار ورجعت من المطار. كان اول بلد ايه سافرتها؟ اول بلد كانت تركيا. دي كانت اول بلد اسافرها في حياتي. زرت كم بلد لغايه دلوقتي؟ زرت 91 دوله، ومبسوط ان انا حتى كان الكورونا ما كانتش سبب كبير ان انا اقف، وما زلت مكمل ومسافر حتى في الفتره دي، ما زلت بتكمل الجولات حول العالم. مكمل، كل رحلاتي اب تو ديت كلها، هي بس يعني الشهر ده تقريبا وقع مني، والفتره بتاعت المطار اللي ما كان مقفول مطار القاهره دايما. اكيد وانت مسافر كل بلد بيكون عندك انطباع قبلها، يعني ايه الحاجات اللي توقفت عندها في الرحلات الطويله دي والرحلات الكتيره واتفاجئت بيها لما سافرت البلاد دي؟ الثقافات المختلفه، يعني انا بحب دايما اشوف حاجات جديده، حاجات مختلفه، ناس جديده، لغه جديده. السفر علمني كتير قوي، علمني لغات كتير، اتعلمت بسبب 7 لغات تقريبا. بحب اشوف اكل جديد. ايه اكتر اللغات اللي انت يعني بقيت محترف قوي فيها؟ انا اسباني، بتكلم بطلاقه اسباني، كنت بتكلم بطلاقه ايطالي وبرتغالي وروسي واوكراني كمان، وطبعا بجانب الانجليزي والعربي، بس الاسباني هو دلوقتي هو اللغه اللي بس بتساعدني كتير ان انا حتى حول العالم، كل امريكا الشماليه واللاتينيه، كل الكاريبي حتى، بتكلم باللغه بتاعته، فبروض لمصر ازاي باللغه دي بطريقه كويسه. ايه اصعب الحاجات اللي بتقابلك في الجوله بتاعتك دي، خصوصا انك يعني المبادره او يعني فكرتك غير هادفه للربح، وانت بتعتمد بالزبط فيها بس على جهودك الشخصيه والذاتيه؟ بالظبط، اكتر الحاجات اللي بقابلها صعبه هي الفيزا. دايما دي بتبقى صعبه جدا، ان انا ازاي اطلع الفيزا، ازاي اسهل على ده. فطبعا موضوع الفيزا ده موضوع صعب جدا بالنسبه للمصريين بالذات. فده اتمنى ان حد يكون سمعنا ويشوف يسهل لنا حوار الباسبور المصري ده، لان انا بدات اتكلم مؤخرا اشوف الباسبور المصري ايه قوته. الباسبور المصري بيدخلنا تقريبا 60 دوله من 195، 17 بس فيزا فري، فده صعب جدا. حتى افريقيا صعبه، ما بنعرفش نسافر حتى في افريقيا، دول عربيه ولا دوله عربيه بنعرف نسافرها، فده برضه من الحاجات اللي بتزعلني. طب ايه الدول اللي ممكن تدخلها بالجواز السفر المصري؟ الدول في الكاريبي بسيطة جدا، دول عربية مثلا زي لبنان، زي الأردن، حتى لبنان فيزا عند الوصول وليها شروط صعبة كمان، لازم يكون معايا 2000 دولار. الأردن هي تقريبا هي الدولة العربية الوحيدة اللي ممكن أدخلها بدون فيزا. الدول العربية كلها من أول المغرب لحد الإمارات وكل دول دي بندخلها بفيز. أفريقيا كلها تقريبا بندخلها برضه فيزا، ما عدا 4 دول. أمريكا الشمالية كلها فيزا، أمريكا الجنوبية كلها فيزا ما عدا دولتين، ومنهم واحدة تقريبا لغت حوار الفيزا الفري اللي هي الإكوادور. فصعب. أوروبا ما ندخلش ولا دولة فيزا، آسيا دول بسيطة جدا، فصعب جدا. فنفسي لأن مصر كبيرة، مصر يعني الباسبور المصري ده لازم يبقى ليه باورفول وليه قوة إن أنا أعرف أسافر بيه. ده من أكتر حاجات نفسي بيها. أكيد. أكتر الرحلات الممتعة كانت شيقة بالنسبة لك؟ السفرية الأخيرة كنت في تنزانيا،
دي كانت كانت لسه المطار لسه فاتح. دي كانت اول دوله اسافرها في الكورونا. كنت في الجزيره لوحدي، خدت القرار في لحظه اول ما المطار فتح، بقالي 4 شهور ما سافرتش، فطرت. دي كانت من اجمل الرحلات، سافرت 26 دوله في 25 يوم. دي كان نفسي ادخل موسوعه جينيس للارقام القياسيه، ودي كان بس للاسف ما حصلش نصيب. في واحد سافر 28 دوله في 3 ايام، واحد سافر 14 دوله في يوم، بس دي كانت من اجمل الرحلات. رحله برضو كانت unplanned، ما عملتش حسابها خالص. طلعت روسيا على اليونان على انجلترا ويلز ايرلندا اسكتلندا ايسلندا المانيا، سافرت رحله مجنونه كده برضو. فكل رحلاتي رحلات الامبلان دي بتبقى جميله جدا وبتبقى شيقه. دي من اكتر الحاجات. احنا عرفنا كمان انك عملت حاجه غريبه شويه، انك سافرت تتعشى في بلد وبتتغدى في بلد، يعني احكي لنا عن التجربه دي. انا مشهور الحمد لله بحته ان ازاي اسافر سفرات مختلفه مجنونه، وازاي اسافر بقى الاسعار، ازاي ممكن افطر في مصر واتغدى في بلد واتعشى في بلد وارجع انام في مصر تاني في يوم واحد، فازاي ده يتعمل. فده عملته على دول كتير جدا في قارات كتير. فده بحاول اوصل للناس ان السفر سهل، ممكن تعمل حاجه مجنونه حتى بس تغير من تفكيرك وتبقى مبسوط وانت بتعمل ده. فده اللي نفسي الناس تفهمه وتقدر توصل له، وباسعار بسيطه كل حاجه سهله. هي الدنيا مش وردي، مش عايز اوصل الناس الدنيا وردي، بس الدنيا ممكن تعمل ده. مجرد اصلا الفكره ان انا افكر فيها هتسهل كتير قوي عليا، وتسهل هتخليك مبسوط. يعني انا قاعد في مصر اقوم افطر اتغدى في افطر في مصر اتغدى في الاردن اتعشى في اليونان وارجع انا في مصر. طيب استاذ عادل، اكيد وانت بتسافر حول العالم وكل الرحلات المتعدده دي وبلاد في قارات مختلفه، بتكون معاك صوره مصر، ويعني اكيد بتعمل لها ترويج وبتعمل لها تسويق في الخارج، مش بس المصريين يسافروا بره، كمان الاجانب يزوروا مصر. يعني لاحظت ايه المشكله هنا في توصيل الصوره الصحيحه عن مصر، وازاي نقدر بالفعل نوصل للخارج ونعرفهم بصوره مصر الحقيقيه ويزوروا مصر؟ للاسف الشديد كل ما بسافر باختلاف الجنسيات واختلاف البلاد، ناس كتير ما تعرفش مصر. دي من اكتر الحاجات اللي بتوجعني. لو حد يعرف مصر فمصر بالنسبه له هي اهرامات وصحراء وجمل بس. طبعا دي مش الحقيقه، يعني مصر جميله جدا، القاهره جميله، الناس بتيجي مصر عشان تشوف الاهرامات بس، وبيندموا انهم لما بييجوا تاني. لكن لما بوصل مصر بحاول ان انا اللغات اللي بتكلمها اقدر يا جماعه مصر لا فيها اماكن كتير حلوه. عندنا مثلا الناس بتحب الغطس، تعالوا دهب، عندنا تاني اجمل منطقه في العالم في الغطس، الاقصر واسوان، عندنا شرم الشيخ، الغردقه، البحر الاحمر كله جميل، عندنا النيل، نايل كروز ناخدها في الاقصر واسوان، القاهره، اسكندريه، الساحل الشمالي روعه. البحر عندنا جميل جدا، مش محتاج ان انا اروح الكاريبي او اروح اي مكان في اوروبا او اسيا عشان انبسط، اقدر اطلع عندنا. بس بحاول اوصل. يعني اي الفئات العمريه تحديدا لاحظت انها مثلا مش واصلها المعلومات الكافيه؟ كله. كله باختلاف الاعمار. الناس الكبيره عندها معلومات تاريخيه بس، يعني الاعمار الكبيره مثلا ستينات سبعينات بيجوا مصر عشان يشوفوا الاقصر واسوان كتاريخ، هم عارفين التاريخ، لكن غير كده الموضوع صعب. الشباب الصغيره لا، يعني انا في سفريتي الاخيره عملت كتير عشان اقنع ناس يسيبوا البلد اللي هم فيها، الناس ما حدش بيسافر. فانا لسه كنت في شهر، كنت مسافر من شهر، اقنعت الناس يجوا مصر، سيبوا البلد اللي انتوا فيها وتعالوا في مصر. ولسه فعلا في ناس جايه لي بكره، وفي ناس جت عندي من كام يوم، لا بوريهم مصر. والناس دايما بيشوفوا مصر بشكل صعب، يعني ما فيش اعلانات بره عن مصر، ما فيش حاجه، ما حدش بيتكلم عن مصر. فبحاول ان انا اوصل، اخد احلى صور، اوصل لمصر، اوصل مصر بشكل او باخر للعالم. ده اللي بتمناه. طب يعني خلينا نتكلم عن الوسائل غير التقليديه في الترويج. احنا دلوقتي طبعا وسائل التواصل الاجتماعي هي المنتشره في العالم كله، متاحه للجميع، وتقدر من خلالها توصل يعني اي فكره واي صوره لاي حد في العالم وانت في مكانك. قد ايه بتعتمد عليها كمان في مبادرتك او فكرتك السفر حول العالم للتعريف بمصر والترويج للسياحه والاثار المصريه؟ يمكن محظوظ بسبب سفر كتير على عندي بدات انا كنت بتاع السوشيال ميديا، بكره السوشيال ميديا تماما، بس مؤخرا بدات ادخل على السوشيال ميديا. الانستجرام عندي نسبه كبيره جدا من الناس اللي متابعيني مش مصريين، اجانب كلهم، من اسبانيا، من اوروبا، من امريكا. فبحاول على انستجرام اكتب بكل اللغات اللي اقدر اتكلم بيها، بوري الناس مصر بشكل تاني. ايه مصر فتره الصيف والكوفيد، وريت سافرت في مصر لحد ما، وريت الناس لا دي مصر، الناس كانت بتسالني هي دي مصر انت فين؟ لا دي مصر. ده كله من خلال التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي هو رقم واحد في كل حاجه، هو هو بيعمل كل حاجه. ولما بسافر بقدر ان انا اوصل ده كمان، يعني بوصل، لازم اتكلم عن مصر، لان مصر مش واخده حقها.
للأسف واضح أنه من كلامك محتاجين لسه كمان نشتغل أكتر. على الرغم من أنه في حملات ترويجية بالفعل وفي يعني معارض خارجية بتقام للتعريف بالحضارة المصرية والمقاصد السياحية المصرية، لكن يمكن محتاجين ننتشر أكتر على السوشيال ميديا زي ما بتقول. السوشيال ميديا هو الأساس، الناس كلها قاعدة ماسكة السوشيال ميديا، بس محتاجة تتعامل بطريقة، يعني محتاجة أوصل للناس. يعني أنا ممكن أشوف إعلان عن بلد ما تشدنيش، بس مصر، ده مصر هي مش دولة تاريخية، ده مصر هي التاريخ. فإن أنا معرفش أسوق لمصر فدي صعبة. يعني أنا مش عشان هركب مثلا مترو مثلا في بلد ما أشوف مثلا كلمة مصر. مش ده خلينا نتكلم استاذ عادل على فكره انه يعني هي المبادره شخصيه وفكرتك يعني هي بالجهود الذاتيه بتحققها رغم طبعا اكيد التكاليف والصعوبات اللي بتقابلك. كلمنا عن التواصل مع اي جهه مسؤوله، اي هيئه تنشيط السياحه، اي جهه ممكن ترعى المبادره. للاسف هي مجهود ذاتي كله، اتمنى تبقى مبادره مثلا حد يشوفها. مصر الطيران مثلا، مصر الطيران يعني انا عندي فكر كتير لمصر الطيران. الطياره في حد ذاتها ممكن تبقى اعلانات جميله قوي لمصر، يعني اشوف بس الطياره من السماء اعرف ان دي جايه من مصر. طياره شكل يختلف. مصر الطيران ممكن اخلي ناس كتير سافر مصر الطيران، ناس كتير متابعاني على السوشيال ميديا. مصر الطيران شركه ممتازه، ولازم لازم لازم يبقى فيها افكار مميزه، افكار مختلفه. فعندي ناس كتير نفسها تسافر، حتى داخليا مش عارفين حتى يعملوا ده. فمصر الطيران اتمنى وزاره السياحه، وزاره الاثار، في حاجات كتير. يعني انا بروج لمصر مجهود ذاتي في كل دول العالم على قد ما اقدر، وبجيب الناس تعالوا مصر. فحتى ايه من افكارك ممكن تطرحها لو تم تعاون بينك وبين يعني اي جهه ممكن تسهل لك فكرتك؟ يعني مثلا مصر الطيران، ان انا اخلي الناس تسافر على مصر الطيران، مصريين الاجانب، حتى الناس الاجانب لما يجوا لا تعالوا مصر، ما تنزلوش ترانزيت، ما تروحوش اي بلد تانية، تعالوا على مصر الطيران. مصر الطيران نفسي ان هي مثلا شكل الطياره في حد ذاته يتغير، الرسومات التاريخيه لمصر، اشوف الطياره بالسماء اعرف ان دي مصر، اعرف ان دي مصر الطيران. ما وصلتش الافكار والمقترحات دي لحد للأسف مسؤول؟ ما حدش وصل. اتمنى بعد الحلقه دي يكون في مبادره كويسه لمصر الطيران، او اي حد يكون يسمعني توصل له وجهه نظري. طيب كلمنا كمان عن يعني احنا بنشوف بما انه المبادره او فكرتك هي ذاتيه وبجهود ذاتيه منك، في مبادرات شبه كده كمان بشكل غير رسمي بس الحقيقه لقيت تفاعل كبير، زي مثلا اتصور كانك في اوروبا، اللي كانت مجموعه برضو من الشباب بيتصوروا في اماكن اثريه في مصر واماكن سياحيه ويمكن اماكن احنا كمصريين مش ما نعرفهاش كلها، لكن الحقيقه ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لقيت صدى كبير جدا، وبعد كده يعني خدت بعض الشكل الرسمي او تبني من جهات رسميه. قد ايه فكرتك كمان ممكن توصل لحاجه زي كده، او يعني ايه المشاكل او التحديات اللي بتقابلك عشان تنتشر فكرتك بشكل اكبر؟ هي ان انا مفيش دعم، انا بس دعم ذاتي، فاللي هو انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اوصل للناس. اوصل ازاي؟ عن طريق السوشيال ميديا. المبادره دي كانت ممتازه، وفعلا تصور كانك في اوروبا موجوده، انا واحد من الناس عملت ده. فموجوده يعني، بس ان انا اتصور كاني في اوروبا، الناس عايزه نفسها تسافر. يعني الناس بتحلم ان هي تسافر، حتى لو موجوده في مصر بتتصور، بس هي في اطار داخلي. طب اتصور كانك في اوروبا لما عملناها هنا من مصر، واماكن سياحيه واماكن مصريه واماكن يعني اثريه مختلفه، بما انك بتسافر الخارج كتير، يعني لمست التفاعل معها ازاي؟ الصراحه هي ما حدش يعني عشان كده بقول لك هي داخليه، يعني هي واصله على الاطار الداخلي، لكن الاطار الخارجي للاسف ما حدش يعني. هي زي ما قلت لك يا مصر ناقصها، محتاجه دعم رهيب، محتاجه دعايه مميزه، محتاجه سوشيال ميديا بلغات مميزه، لغات كتير. مش بس العربي والانجليزي، مش هي دي لغات ناس كتير ما بتكلمش اللغتين دول، فمحتاجين لغات توصل للعالم. الناس تشوف مصر بشكل تاني. فاللي هي المبادره او الحاجات دي تبقى الاطار الداخلي بس اكتر. طب وانت بتسافر بره، الشباب دول كانوا الحقيقه شباب هنا في مصر، يمكن عشان كده المبادره وصلت اكتر داخليا زي ما انت بتقول. لكن وانت بتسافر بره، ما فكرتش انك تتصور جنب الاماكن دي ويكون معاك صورك دي وتوصلها على مواقع التواصل الاجتماعي، توصل للخارج بشكل افضل وشكل اوضح؟ بعمل ده من خلال السوشيال ميديا عندي. مثلا انا كاني هتصور اي صوره في مصر، لا بستخدم الهاشتاجز المناسبه لمصر، بستخدم حاجات كتير، بوصل الصوره دي لاصحابي اللي بره يشيروها، توصل لبلدهم، الناس الفولورز اللي عندهم تكبر، الموضوع اكبر. فبحاول انا اوصل ده، بس صعب لوحدي، صعبه جدا، لان انا يعني هتكلم على 10 اشخاص، 100 200 بتكلم على بلد. انا محتاجه اوصل صوره البلد بشكل او باخر، فمحتاجه مجهود رهيب، ومحتاجه دعايه مميزه.
لان مصر لازم تتشاف بشكل او باخر. اتكلمت بشكل اساسي على فكره اللغات اللي بتوصل للعالم، يعني مش بس هنعتمد على العربي والانجليزي، لكن كمان علينا ان احنا نتجه بلغات تانية. في سفرياتك وجولاتك المتعدده، ايه اكتر الاسواق السياحيه اللي ممكن نتجه ليها ونوصل لهم، نحاول نوصل لهم بلغاتهم وثقافتهم؟ اوروبا مميزه جدا، بيحبوا مصر جدا جدا جدا. اللغه الاسبانيه رقم واحد اعتقد، يعني انا لما سافرت حتى امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى بيعشقوا مصر. بس مش عارفين، ما بيعرفوش يجوا. اولا التكاليف بتبقى كتير غاليه عليهم، طيران بيبقى كتير، مصر الطيران للاسف ما بتوصلش للمناطق دي. فاتمنى مصر الطيران تقدر توصل للدول دي، او تقدر توصل كخطوط جديده للدول دي، هتساعد كتير الناس دي تيجي. اللغه الاسبانيه رقم واحد، يعني انا توصل تقريبا 700 مليون بني ادم ممكن يتكلم اللغه الاسبانيه. اللغه العربيه حتى لو الناس كتير تعرف مصر كمان دول عربيه، بس ما يعرفوش ييجوا فين في مصر. معقول؟ يعني رغم ان احنا بتجمعنا طبعا اللغه والدين وكده، للاسف بيبقى في مشاكل. يعني حتى اللغه هم عارفين مصر القاهره شرم الشيخ، لكن اكبر من كده ما يعرفوا، ناس كتير ما تعرفش. محتاجين نسوق لده. اللغه الانجليزيه طبعا، اللغه الفرنسويه توصل لافريقيا، الافارقه ما يعرف، ما بيجوش مصر. يعني انا لما بتكلم عن مصر لما بسافر افريقيا ما يعرفوش كتير، يعني ممكن يعرفوا كلمه مصر لكن ايه اللي في مصر ما يعرفوش. اللغه الفرنسويه دي اساسيه، الالماني، لغات كتير، الصيني. يعني انا ما اوصل لاسيا بيحب، انا لما بسافر اسيا لا بيحب مصر جدا، بيحلموا يجوا مصر بس ما بيعرفوش. فما يعرفوش اصلا ايه اللي في مصر ممكن يشوفوه. طب هنا بتاخدنا لفكره الانماط السياحيه المتعدده اللي بتتمتع بيها مصر، مش بس السياحه الثقافيه كاثار الاهرامات الاقصر واسوان زي ما قلت. ايه الانماط السياحيه في مصر؟ احنا عندنا الحقيقه سياحه بيئيه، سياحه سفاري، سياحه صحيه اللي هي العلاجيه والاستشفائيه وما الى ذلك، سياحه دينيه كمان. ايه الانماط السياحيه اللي انت لاحظت انه ممكن نكون محتاجين نركز عليها اكتر الفتره اللي جايه بره، في الخارج حابين ان هم ممكن يجوا يشوفوها في مصر؟ من اللي شفته من الناس بره، اكتر حاجه بيحبوها البحر. يعني اوروبا دلوقتي تعبانين من البرد، نفسهم يجوا جو حر، برد، شمس، نفسهم يجوا يشوفوا بحر. طبعا شرم الشيخ دي جنه مش مركزين عليها. البحر الاحمر كله محتاجين نركز على البحر الاحمر. الاقصر واسوان لان هي في الشتاء هي مشته، فالناس اللي بتحب التاريخ هتيجي. ممكن نعمل رحله مميزه في الاقصر واسوان، ناخد حته من البحر الاحمر. صحيح. ممكن والاماكن دي كمان بقى فيها جزء بيربط السياحه الثقافيه من خلال المتاحف اللي تم افتتاحها في المناطق الشاطئيه سواء شرم الشيخ او الغردقه كمان مؤخرا. وفي مشكله كمان انا سمعتها من الناس اللي جات لي، مفيش طيران مباشر من المدن دي، من الاقصر واسوان مثلا لشرم الشيخ، لازم يجي القاهره، ينزل ترانزيت ويطلع من القاهره. مش 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 مش, مش لوجيك يعني. نسهل، لان ده والطيران لازم برضو يبقى سهل عشان الناس تعرف تتحرك بسهوله. فدي برضو من الحاجات اللي لازم نركز عليها. لان الناس كتير جات لي من الاقصر لترجع القاهره تاني عشان تروح شرم الشيخ. طب يعني عادي، يعني هي غلط ما فيش. بس دي من الحاجات اللي كانت صعبه جدا برضو، من قابلتني فيها مشكله او سمعتها من الناس. طيب اخيرا استاذ عادل، نحاول ناخد خلاصه تجربتك. يعني السفر في 91 دوله حول العالم اكيد حاجه مش بسيطه، بتشوف مصر في عيون الخارج، وبتحاول تنقل لنا المقترحات او الافكار اللي ممكن تساعدنا نوصل بشكل افضل. ايه ابرز المقترحات دي لو هنقولها 1 2 3؟ ابرز المقترحات عشان اسافر بره، علشان الناس تعرف مصر بشكل افضل، عشان الناس تعرف مصر. يعني لو هيئه تنشيط السياحه حد بيسمعنا، حد متابعنا، لو انت حابب تتواصل معاه. يعني احنا بالفعل كان معانا رئيس هيئه تنشيط السياحه، لكن لو انت حابب توصل الفكره وافكارك ومقترحاتك دي بشكل افضل للمسؤولين. نركز دلوقتي على البحر الاحمر بشكل كويس جدا، نركز على الطيران اللي يجي من اوروبا باسعار مميزه، لان دلوقتي هو فتره الشتاء فالجو برد جدا في اوروبا. فنركز على البحر الاحمر عشان دي هيساعد ناس كتير جدا هي تيجي. الطيران كل ما كان طيران سعره مميز الناس هتيجي. نحاول نعمل باكجات كويسه، نحاول نصور الاماكن بتاعت البحر الاحمر بشكل مميز، نعرف نعمل لها دعايه كويسه. دهب مش واخده حقها، دهب جميله جدا جدا جدا، طابه. فالاماكن دي لازم الرحلات تبقى مميزه. الرحلات انا اعرف اعمل رحله، اعمل لك باكج كده، مش هتيجي تقعد في فندق وتقعد على البحر، لا تعالى انا هعمل لك باكج مميزه بالطيران بكل حاجه، واوديك واجيبك وابسطك. فلازم نركز على البحر الاحمر، الاقصر واسوان ده وقتها. فالطيران لحد ما شغال في دول كتير تقريبا، العالم كله احنا فاتحين له تقريبا. بيجوا، تعالوا احنا فاتحين، واحنا من دول قليله جدا اللي احنا فاتحين. تعالوا مصر، الاقصر واسوان، تعالى اعمل لك الاقصر واسوان، شرم الشيخ، اعمل لك رحله مميزه. فنعمل ده، لان ده لازم نركز. السوشيال ميديا، اللغات دي مهمه جدا، لان ما حدش بيتكلم انجليزي، ناس كتير ما بتتكلمش انجليزي.
يعني الناس ممكن متخيله ان اوروبا الناس بتتكلم انجليزي كتير فانا هكتب انجليزي فهيوصل، لا مش هيوصل. لازم يبقى في بوستات كتير بلغات مميزه، اسباني انجليزي ايطالي فرنساوي. ايطاليا الايطالي الايطاليان بيحبوا مصر جدا، شرم البحر الاحمر ده ايطاليان كتير، المان، فلازم نوصل ده. شمال اوروبا الدنمارك السويد الدول دي بتحب جدا البحر الاحمر، فالبحر الاحمر هو الاساس دلوقتي وده وقته، هو ده الهاي سيزون بتاعه. عادل احمد نيازي صاحب مبادره حول العالم بحقيبه ظهر للتعريف بمصر وحضارتها واثارها، بنشكرك شكرا جزيلا ونحييك كمان على الفكره والمبادره، بنتمنى لك انك تستكملها وتزور باقي كمان دول العالم وتروج لمصر كمان بشكل افضل. شكرك شكرا جزيلا. شكرا لك. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده من المجله السياحيه، الاسبوع القادم بيتجدد اللقاء وحلقه جديده.